انتبهنا جيدا يا فتيات، بدون ركض لو سمحتم. يمكنكم الآن تناول السندويشات والذهاب إلى الحمام. سارة، هل أحضرتي السندويش؟ نعم، أنا أريد أن أكل، أنا جائعة كثيرا. وأخيرا لقد أتت الباحة. أشعر أني تعبت قليلا من درس الحساب. ما رأيك في الأنسفولة؟ هل أحببتيها؟ نعم، أعتقد أنها لطيفة وسوف تعطينا علامات كثيرة. ياي، أنا أسمع الجرس، يجب علي أن أذهب إلى الحمام قبل أن أذهب إلى الفصل. هيا إذن، هيا إذن، سوف أسبقك إلى الفصل. أهلا وسهلا بكم يا فتيات، أحب أن أعرفكم بنفسي. أنا الآنسة ياسمين، آنسة العلوم لهذا العام الدراسي. كل عام وأنتم بخير. أخبرتكم المعلمة فلة أنه سيكون درسنا اليوم عن جسم الإنسان. هل أنتن متحمسات؟ نعم، أنا متحمسة كثيرا جدا يا آنسة. حسنا إذن، دعونا نبدأ. لقد تعرفت على أسمائكم من الآنسة فلة. تستطيعون أن تشاهدوا هنا جسم الإنسان واقف أمامي. يبدو مخيف قليلا يا آنسة. لا تخافوا، فهذه فقط مجرد لعبة. حسنا، يتكون جسمنا من 3 طبقات: طبقة الجلد، وطبقة العضلات، وطبقة العظام، ويتخللها الأوعية والشرايين التي يمشي بها دماؤنا. مفهوم؟ نعم مفهوم يا آنسة. أيضا هنا نجد العضلات التي تساعدنا على المشي والحركة. سيكون عندكم وظيفة أن تعرفوا عدد عظام الجسم للحصة القادمة. مفهوم؟ نعم يا آنسة. نجد هنا العظام، وفي داخل العظام نجد هنا أحشاء كثيرة جدا. واو، هل أنتن مستعدات لتعرفنا ما في داخل هذا الهيكل العظمي؟ نعم يا آنسة، نحن متحمسات كثيرة. سوف نبدأ بإزالة أعضاء الجسم قطعة قطعة. سوف نزيل في البداية الأمعاء الغليظة والأمعاء الدقيقة. انظروا إليها جيدا، انظروا كم أنها سكوشي. هيا المسيها يا تشيلسي. واو، إنها تبدو جميلة جدا. هذه هي الأعضاء، الأمعاء الدقيقة وهذه الأمعاء الغليظة. والأمعاء الغليظة طويلة جدا جدا وتنتهي هنا في فتحة الشرج في المكان الذي نذهب فيه إلى المرحاض ونفرغ فضلات الطعام. كننا الآن وضعها على الخريطة في مكان الأمعاء الغليظة والدقيقة هنا. هيا الآن حتى نعرفكم على عضو جديد. يوجد عندنا المعدة، المعدة التي نهضم فيها الطعام. واو، إنها جميلة وسكشي كثيرا. هذه القطع، هنا تستطيع أن تجد الكلى والحالب والمثانة التي نستطيع بها أن نذهب إلى الحمام. وهنا عندنا الحجاب الحاجز، وعندنا هنا عضو كبير جدا. ما هذا؟ إنه الكبد يا آنسة. أحسنت يا تشيلسي، هذا يسمى الكبد، وفيه تعالج كل سموم الجسم الخاصة بنا، وعضو مهم جدا جدا. ما هذا؟ إنه القلب، هذا هو قلبنا الذي ينبض ونسمع دقاته عندما نركض سريعا. وهنا نجد المري والرغامة، وهذا العضو الأخير الذي يسمى الرئتين. نفس عميق يا بنات، انظروا كيف تنتفخ الرئتين عندما نأخذ الهواء، شهيق وزفير. نلاحظ هنا
العضلات والعظام. هيا حتى نتعرف على العظام. هذا القفص الصدري، وهنا عظام الورك، وهنا عظام الذراع، وهذه عظام الساق. هيا الآن حتى نفتح الهيكل العظمي ونستكشفه سويا. واو يا إلهي، سوف نفتح الهيكل العظمي؟ نعم نعم، يجب أن تتعلمنا جيدا في حصة العلوم مع الآنسة يا سمين. انظروا إلى هنا الآن، لقد رتبنا هنا كل الأعضاء، الأمعاء والكبد والقلب والمعدة، والآن سوف نرتب باقي الأعضاء من هذا الجسم العجيب. وهذه عظمة اليد. هذه جمجمة يا أنسة ياسمين. أحسنتي، هذه هي الجمجمة. نفتح الجمجمة هكذا، عندما نفتح الجمجمة نجد بداخلها الدماغ، والدماغ أيضا سكوشي كثيرا جدا. وهذه غطاء الجمجمة، وهذه الجمجمة التي تحتوي على تجويف العينين والفك العلوي والسفلي. وهكذا أصبح كل أجزاء الجسم هنا في لوحة الترتيب مرتبة بشكل جميل وممتاز. ما رأيكم يا فتيات؟ انظروا إليها جيدا في حال كان لديكم أي أسئلة، يجب عليكم أن تسألوا الآن. لولو، هل عندك أي أسئلة؟ لا يا أنيسة، شكرا لك على هذا الشرح الوافي، لقد كان الدرس ممتعا جدا. آها ممتاز. هيا الآن أريدك أن تقومي وتشيري لي إلى عضو اسمه الكبد. هذا هو الكبد يا معلمة. أحسنت يا لولو، أحسنت، ممتاز. أتمنى أن تكونوا استمتعتم معنا في حصة العلوم اليوم يا أصدقائي. هل يوجد أي أسئلة أخرى؟ لا يا آنسة، الدرس مفهوم جدا. حسنا إذن، سوف أراكم في الحصة القادمة. أن تكونوا استمتعتم معنا مع درس العلوم والآنسة يا سمين. إذا أردتم معلومات أكثر عن هذه اللعبة الشيقة يمكن أن تتابعوا الفيديو، ونراكم في حلقة قادمة. مع السلامة. لا تنسوا أن تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة حتى تتابعوا مدرسة باربي. باي باي. هاي لعبتنا من لعبة سمارت لاب سكوشي هيومن بادي، عبارة عن جسم إنسان طري مثل ما شفتوا بالفيديو، متشكل من كل هدول الأجزاء تبع الجسم، وفي كمان معه بروشورات نقدر كمان نلعب فيها ونستعين فيها بهي اللعبة. بيجي معه كتيب صغير بيشرح كل شيء بجسمنا، القلب، الكبد، الأمعاء الدقيقة، المعدة. بيجي معه هاي الأورجانيزر عشان نرتب كل الأعضاء اللي منفكفكون من هاي اللعبة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بلعبتنا مسكوشي هيومن بادي. نشوفكم بحلقة جديدة ولعبة جديدة. مع السلامة، لا تنسوا اللايك والاشتراك. وباي.